يشدنا أن رويترز نقلت عن شركتين معنيين بالأمن الرقمي أو الديجيتال أنهم قالوا أنه يمكن يكون الأمن العام اللبناني تنصت بين سنة 2012 لحد هلأ على مستخدمي تليفونات الأندرويد ب21 بلد بالعالم. المدير العام للأمن العام ردا على سؤال لرويترز حول هذا الموضوع قال أنه الأمن العام ما عنده هيدي القدرات التقنية العالية. بند تمديد فترة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية تم سحبه اليوم من النقاش بجلسة مجلس الوزراء وإحالته للجنة الوزارية المتعلقة بدرس قانون الانتخاب. فريق الأنصار تفاجأ اليوم أنه في بند نازل على جدول أعمال مجلس الوزراء بيتعلق بطلب منه لإعفائه من الرسوم البلدية. حلينا أمورنا مع البلدية وخلصنا الموضوع بالمصاري، واليوم البند مدرج يمكن من باب الخطأ لأنه أريد الموضوع انحل.